دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجوله ال 34 من الدوري الانجليزي ولقاءات العوده في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هيزور مصر في إطار الجهود المستمرة اللي بتبذلها الدولتين لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الزيارة هدفها تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية، خصوصاً إن اليابان شايفة أن مصر شريك لا غنى عنه ومهم في الشرق الأوسط وإفريقيا. النهارده هتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالازهر الشريف، واعلن قطاع المعاهد الازهريه انطلاق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم 29 ابريل الجاري بمادتي القران الكريم وتكنولوجيا المعلومات. كمان هتبدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول اعدادي، وهيمتحن الطلاب مواد الفقه واللغه العربيه ورقه اولى النحو. كمان هيؤدي طلاب الصف الثاني الاعدادي امتحاناتهم في مواد الفقه واللغه العربيه النحو والصرف. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار لقاءات العودة من دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. سان داونز الجنوب إفريقي هيواجه شباب لوزداد الساعة 4 العصر. الساعة 10 بالليل الترجي التونسي هيواجه شبيبة القبائل الجزائري. في نفس التوقيت الرجاء المغربي هيواجه فريق النادي الأهلي. النهاردة كمان لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة. كريستال بالاس هيواجه ويست هام الساعة 2:30 الظهر، برايتون مع ولفرهامبتون الساعة 4 العصر. في نفس التوقيت هيلتقي برينتفورد مع نوتنغهام فورست.